لو نزل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وشاف حجم المباني اللي معمولة، أنا كلمت الموضوع ده كلمت فيه قبل كده وقلت يا جماعة امشوا على الدائري وشوفوا العمارات اللي موجودة يا دكتور عاصم، ما فيهاش شبابيك ولا بيبان، ده مش معقول يكون حد عايش فيها يعني. يعني مش معقول يعني. فأنت شوفوا حجم المباني اللي موجودة دي أكبر من الطلب اللي موجود في السوق، وإلا كانت الناس راحت قعدت فيها، ما هو فيها دور ولا اتنين ساكنين والباقي ما سكنش، وكتير معمول كده. ده هو الكلمة قيمة زائفة اللي حضرتك حطيتها دي، ده تعبير حقيقي إحساس بالغنى الزائف، إنك أنت عندك عمارة 10 أدوار تمنها 2-3 مليون جنيه، مش كده هو ده الفكرة؟ صحيح. لا والله مش حقيقي. أنت كان لما أغزر كنت باني على إيراتين، الإيراتين دول لو كنت شغلتهم وحافظت عليهم كنت هيجي لك عوائد حقيقية محققة أكتر من اللي أنت مستنيه، إن هو إيه، إنك تعيش مع وهم إن أنا عندي مباني كده. طبعا جوه الكتلة السكانية ديت اللي هي زي اللي في الشمال، في ناس كتير جدا بتبني، وبتبني عشان خاطر أبنائها يعني اللي موجودين عايزين يعيشوا معاهم. خلاصة الكلام اللي أنا عايز أقوله هنا إيه، اللي إحنا بنعمله بالمدن ديت هي عبارة عن، هي مش شكل، لا ده عبارة عن مجموعة أهداف بتتحقق. ويمكن الدكتور عاصم بيقول لكم إن اللي هو المنطقة الخلفية، والخلفية اللي أنا أقصدها عشان بس ما حدش يتصور، إن لأن إحنا قلنا إن لا اعتداء على الأراضي الزراعية في الظاهر للمدينة ديت، مش كده يا دكتور عاصم؟ لكن إحنا بنتكلم في بين الطريق والترعة، والترعة في منطقة لوجستية، دي منطقة لوجستية. أنا بس عايز أقول إيه، دي منطقة عشان نوجد عمل للناس. تاني بقول لكم، لو فضل نمونا السكاني بالطريقة ديت محدش هيقدر يحل المسألة، ولا أنا محدش هيقدر. وخلاص ارضوا بقى، ما تقولوش إيه يعني، أنا ما افتكرش حد هيقدر يعمل أكتر من اللي احنا بنعمله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، والله ما حد هيقدر يعمل أكتر من اللي احنا بنعمله ده إلا